خلي بقى نشوف رأي الشارع المصري قال إيه في مشكلة النهاردة ونرجع يلا تاني. يلا. لو جيت ارتبطت ببنت وحد عنده مرض نفسي شديد في بيتها او اختها او ايا كان مش هيفرق معايا كتير، يعني المهم ان هي تتعالج. احنا ممكن نبقى مرضى نفسيين، احنا كلنا مرضى نفسيين اصلا. الالقاب مطلقه او عانس او كده لا، ما ينفعش اصلا يبقى مجتمع في القرن 21 ولسه بنتحضر بالالقاب دي، تبقى حاجه غلط جدا وبتضر بسمعتنا قدام الناس كلها. اهل اميره ما عندهمش الوعي الثقافي الكامل، دايما ناس بتبص بتهتم بكلام الناس اللي حواليها اكتر ما بيهتموا بتفكير بنتهم، مش مراعيين خالص مشاعر بنتهم. انصح اميره ان هي لازم تعيد تفكيرها في كذا حاجه، تعيد تفكيرها في حياتها، تعيش لنفسها بس ما تعيش لحد. ما ينفعش ترضى باي حد وخلاص، عشان هي كده بتقع في فخ كبير قوي، فخ الطلاق، لان هي بعد كده هتندم الف مره، لان هي مش هتحس بحد خالص. اصل مطلقه وممكن تخلف يكون معاها اولاد ولا حاجه، بتبقى يعني صعبه شويه انها ممكن تتجوز بعد كده. لما العانس ديت ممكن تتجوز ومطلوبه، ممكن واحد مثلا كبير بتاع يجوزها، انما المطلقه ممكن بتبقى مشكله، اتطلقت ليه وكده، وممكن بقى الاشاعات وكده، دي اتطلقت اشاعات. الناس بقى طبعا بيفتكروا ان مثلا دي نفسيا ممكن يكون مرض وراثي، او بعد كده او يعايروها بعد ما تخلف خالتك الاولاد مثلا اختها مريضه نفسيا، حاجات انت عارف المجتمع بتاعنا يعني. والحاجات مطلقه احسن من عانس ديا، يعني برضو جمله مش قد كده يعني، بالعكس لا، هي انا عندي افضل ليها انها تفضل كده بوضعها ونصيبها هيجي لها، يعني ما فيش حد بيهرب من قدره ومن نصيبه. يعني اهلي دايما بيبقوا عايزين الستره لبنتهم، بس الستره مش يعني بالشكل دون، ما ممكن ان هم يكونوا بيعاقبوها، يعني ما تعرفش مين اللي هيجي لها، ده اللي هيجي لها ده ما ممكن ياذيها. نصيب اميره هو ده قدرها، يعني انا من رايي ان هي تفضل احسن كده ويتقال عليها ايا كان اللي اتقال، وتسيبها لقدر ربنا بقى. يعني بيرفضوها عشان مثلا اختها عندها حاله نفسيه وكده، يعني دي حاجات كلها بتاعت ربنا، ممكن هو نفسه الشخص اصلا يجيله المرض اللي هو اساسا معترض عليه ده.